السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عصام المحمدي الشهير بناصح أمين. إن شاء الله في الفيديو دوت هنتعلم إزاي نعمل أفلام كرتون بـ 3D Max. دي أول مرة في العالم نوصل لهذه التقنية، أتمنى تعجبكم، واللي عايز يتواصل معايا ما ينساش يتصل على 012-2956-3356. البلاجن ده بيتسطب على 3D Max وعلى المايا، وممكن ان انا اقدر اعمل بيه اي فيلم كرتون انا عايز اعمله. دي كان زمان بال 3D Max محتاج لكنيكت اللي هو الكاميرا بتاعت الاكس بوكس 360، او محتاج لدقة عالية جدا ان واحد متخصص يقدر يحرك اللبس او اللي هي الشفايف والعيون والحاجات دي، ويقدر يحرك الجسم بحركة طبيعية. بعد ما اتطور العلم بدأ ممكن نستخدم الايفون من اول ايفون 10، وفي سنسور بدلة حساسة لان ممكن البسها واقدر اعمل بها الحركات بتاعت المجسم. لكن احنا بحركة بدائية خالص من غير ما استخدم الايفون ومن غير ما استخدم السنسور، لان الحاجات دي مكلفة جدا جدا، تعدي مئات الالوف من الدولارات مش عشان اجيب الحاجتين دول مع بعض يعني، واقدر ان انا اشغل التقنية نفسها. لكن النهاردة احنا بنتكلم على بلاجن مجاني. البلاجن دوت موجود هيدهولك لمدة سنة، هو 365 يوم زي ما انت شايف كده، ده 361 يعني عدى منه 4 ايام. وعشان اعمل لك فيديو شامل واشرح لك بقى طريقة ازاي ان انا احول الفيديو بتاعي لتأثير يأثر على المجسم اللي انا عامله في 3D Max، ده اللي احنا هنعرفه النهاردة، وهنعرفه كمان في الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله، دي سلسلة. بس اتمنى من الله ان يعجبك الفيديو، وكمان يكون في اقبال على الموضوع. انا عارف ان في ناس كتير نفسها تشتغل في افلام الكرتون، نفسها تعمل فكرة، نفسها توصل مفهوم او معلومة لحد عن طريق الكرتون، لان ده بيكون تأثيره اكتر. في ناس مهندسين متخصصين في في الديكور والحاجات دي والمعماري، وللاسف مش لاقي شغل، بس هو يعني بيعطوك او عنده تطلع ان هو يعمل افلام كرتون او يعمل حاجه زي كده، فانا متاكد من دي تماما. احنا النهارده هنعرف بس البلاجن دوت زي ما قلت لك بيركب على ال 3D Max وعلى المايا. البلاجن ده لسه طالع يوم 28/1/2021، والنهارده طبعا 5/2 يعني ما عداش اسبوع، فانا بس هعرف التفاصيل بتاعته في الفيديوهات الجاية ان شاء الله، واقول لك ممكن توصله ازاي وممكن تطلع بيه فيلم ازاي، كمان نوديه على الانريل انجن يبقى كمان يعني هيطلع لك حاجات من غير بقى ما تعمل الريندر على الماكس ولا الكلام ده كله، عشان هياخد معاك وقت كبير. فان شاء الله هتستفيد بيه كتير جدا، بس تابعونا، واتمنى ان الاقي الناس المهتمة بالموضوع دي كتير عشان تشجعني ان انا اعمل، لان الموضوع انتوا عارفين مش سهل ان انا اقعد اعمل فيلم كرتون، ولازم يكون في فريق عمل، ولازم يكون في ناس كتير جدا متعاونة عشان نقدر نطلع منتج في النهاية يقدر يتسوق كويس. دي كانت البداية بس، لكن في الملفات الجاية ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية هنعرف اسم البلاجن ايه وبيتسطب ازاي وبنستعمله ازاي. بس انا عشان متشوق جدا ان انا اشوف الناس كلها اللي عايزة تتابع الموضوع، فياريت تكتبولي في التعليقات. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.